الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد. دائما مع حل هذا الامتحان الوطني اكزامان فان فورماسيون فول ستاك ديفلوبمون وصلنا بعد ما توفقنا بعون الله وقوته بإجابة على يو ام ال او بريباري ان بروجي ويب من خلال جرد مختلف الاصناف مختلف المخططات مخططات دياغرام دو كلاس يوز كيس اكتيفيتي سيكونس. الان مع الاحتمال وارد جدا ان يكون تكون الامتحانات هناك احتمال كبير ان يكون مونجو دي بي او اسكيال من في الداخل في امتحانات نهايه التكوين على اساس ان الفول ستاك تضمن هذه السنه ولاول مره قواعد البيانات الغير مهيكله نو اس كيو ال. اذا سنقوم بالاجابه على هذه الاسئله. يا بسم الله على بركه الله. اكري لا كوموند كي بيرمي دو ليسي لي باز دو دوني اون يوتيليزون مونجو دي بي. اذا سندخل الى الشيل الخاص بكتابه الاوامر ونقوم بالاجابه على هذا السؤال. اكري لا كوموند كي بيرمي دو ليسي لي باز دو دوني يعني سهله جدا ان شاء الله. سندخل الى هنا ونقوم بتنقيه الشاشه من خلال الضغط على كنترول ال فوالا. ثم سنقوم بشو لاحظ شو داتابيزز. اذا شو داتابيزز تمكننا من معرفه مختلف قواعد البيانات التي نتوفر عليها. اذا هنا اذا ضغطنا على اونتري سنجد ذلك. اذا لنقوم بتكبير الشاشه واعطاء حجم اكبر سنذهب الى زر ايمن ثم بروبريتي ثم ذهب الى سايز 36. اذا سنقوم ان شاء الله بالاجابه على السؤال رقم 2. اكري لا كوموند كي بيرمي دو كريي لا كوليكسيون بيرسون افيك لي فيلد نيميرو دو بيرسون نون بيرسون اج نون فيل. اذا يمكننا ان نقوم بخلق قاعده بيانات جديده رغم انها غير مطلوبه باستعمال كلمه يوز. اذا عندما نستعمل كلمه يوز فاننا نقوم بخلق قاعده بيانات جديده ان شاء الله. اذا لنذهب الى شاشة الأوامر ونقوم بخلق قاعدة بيانات جديدة باستعمال كلمة يوز exam مثلا exam fin formation. إذا وسنقوم بالضغط على entrée use exam fin formation لنقوم بخلق قاعدة بيانات جديدة اسمها exam fin formation. فوالا. إذا entrée فوالا. اذا سويتش تو دو دي بي اكزام فان فورماسيون. اذا سننتقل الى هذه القاعده من البيانات. حتى نذكر بعض المهارات الاساسيه لاننا نريد ان نراجع ونجيب على الامتحان. اذا قمنا بكتابه شو داتابيزز فلن نجد اكزام فان فورماسيون لاننا لم نقم بخلق كولكشن جديده. وبالتالي لو فعلنا شو داتابيزز لن نجد اكزام فان فورماسيون كقاعده بيانات حتى نقوم بخلق كولكشن. كولكشن هو المقابل للتيبل. اذا سنذهب الى السؤال رقم 3. يا بسم الله على بركة الله. إكري لا كوموند كي بيرمي دو كريي لا كوليكسيون بيرسون. إذا كريي لا كوليكسيون بيرسون سنقوم بكتابة كرييت كوليكشن ثم تحديد الحقول. الفيلد هو ما يكافئ كولون والكوليكشن هي التي تكافئ تيبل والدوكيمنت هي التي تكافئ رو في قواعد البيانات الغير مهيكله. وبالتالي سنقوم بخلق ان شاء الله كوليكشن اسمها بيرسون. يا بسم الله على بركه الله. سنذهب يا بسم الله دي بي فوالا دوت. سنذهب الى استعمال الطريقه كرييت كوليكشن. كرييت كوليكشن ثم سنمرر لها اسم الكوليكشن او التيبل الذي نود ان نقوم بخلقه. وبالتالي سنذهب الى بيرسون فوالا دو كوت احب الكبارزتين فوالا ثم قوس ثم اونتري. يا بسم الله فوالا اوكي يساوي واحد. عندما تكون النتيجه عباره عن اوبجي جيزون يحتوي على الكي اوكي ثم الفاليو واحد فان الامور مرت بسلام. وبالتالي لو ذهبنا الى الشو داتابيز سنجد الان ان قاعده البيانات خلقت فوالا شو داتابيزز. لاحظ بان عندي اكزام فان فورماسيون كقاعده البيانات الحمد لله. اذا دائما كنترول ال لتنقيه الشاشه من جديد كنترول ال ثم الذهاب للاجابه على السؤال الاخر. يا بسم الله على بركه الله. اكري لا كوموند كي بيرمي دو كريي 4 دوكيمون دو لا كوليكسيون بيرسون يعني اكتب الامر الذي يمكننا من خلق
اربع دوكيمون. ما معنى دوكيمون؟ يعني رو. في قواعد البيانات SQL نستعمل كلمه رو او لين بالفرنسيه او سطر بالعربيه، اما في قواعد البيانات غير مهيكله نو SQL مونجو دابا نستعمل دوكيمون، وهو عباره عن اوبجي جيزون كما سنوضح ذلك لاحقا. فوالا. اذا السؤال رقم ثلاثه سنذهب ان شاء الله لخلق انسرت باستعمال اما انسرت 1 او انسرت ميني لخلق مجموعه من الاسطر، او وكيف في حالتنا هنا يجب ان نستعمل انسرت ميني. ما معنى انسرت ميني؟ يعني قم باضافه مجموعه من الدوكيمنتس. يا بسم الله لنتاكد من ذلك. ولاحظ بان كل دوكيمون احبائي الكرام يحتوي على الفيلد نيميرو بيرسون نون بيرسون اج ثم نون فيل. يا بسم الله. اذا سنذهب الى لوحه هنا، سنستعمل دي بي كنايه على داتا بيزز. سنذهب الى الكوليكشن التي اسمها بيرسون. قبل ذلك لنتاكد باننا خلقنا بالضبط، خلقنا كوليكشن اسمها بيرسون. لمعرفه ذلك نستعمل كلمه شو ثم collections avec s في النهاية collections لنرى اسم collection. لاحظ بأن هناك فرق بين أسماء collection بين upper case و lower case، وبالتالي حذاري من عدم تفرقة بين حروف كبيرة وحروف كبيرة صغيرة. وبالتالي يا رب إذا سنذهب دابي على dot، سنستعمل سنذهب إلى الجدول اسم collection اسمها person ثم dot ثم سنعمل الطريقة insert main. فوالا. بين قوسين سنمرر مجموعة من الأسطر. لاحظ في الامتحان طلب منا أن نقوم بإضافة أربع documents، وبالتالي ستكون عبارة عن مصفوفة، والمصفوفة دائما تبدأ بمعقوفة مفتوحة معقوفة مقفلة. وبالتالي سنقوم بكتابة الشيء الثاني إن شاء الله. لاحظ معقوفة كناية على أننا سنستعمل مجموعة من الأسطر. سنذهب لخلق أربع كائنات، أي كائن هو عبارة عن كائن جيزون، وبالتالي سيكون لام مفتوحة ولام مسدودة. لام مفتوحة يعني كيرفي بريسز لامتين. فوالا ناخذ فوالا. إذا الحمد لله عندي أربع كائنات. إذا أي كائن أي دوكيمنت يحتوي على الحقول التالية. الحقول التالية عبارة عن كي نيميرو بيرسون نون بيرسون أج، هناك خطأ سنقوم بتسمية أج بي ثم نون فيل. يا بسم الله نيم بي. إذا سأذهب هنا لأقوم بكتابة الشيء التالي. فوالا فوالا نيم استسمح نيم فوالا بي نيم بي نقطتان، سأعطيها مثلا واحد فاصلة. الحقل الثاني اسمه نون بي، سأعطيه الاسم أحسن الأسامي مثلا محمد. فوالا. الأج السن إذا سيكون عندي أج نقطتان، سأعطيه إن شاء الله السن 43. ثم نون فيل يعني اسم المدينة. فوالا. نون فيل نقطتان، مدينة بني ملال مثلا أو مدينة فقيه بن صالح. فوالا. إذا هذا هو الكائن رقم واحد. إذا الكائن رقم اثنان، كائن رقم اثنان، إذا أتمنى من الله أن كوبيي ديبلاسي. إذا سأقوم بكتابة الشيء التالي نيم بي نفس الشيء. سأوقف الفيديو لكي لا أضيع لكم الوقت بالكتابة، أنا فقط حددت طريقة الكتابة. لاحظ أج نونفيل إلى غير ذلك. إذا يمكنكم إضافة أربع عناصر، أنا فقط أضفت ثلاث عناصر.
إذا سنقوم إن شاء الله بالتطبيق. يا بسم الله اونتري. إذا الحمد لله لاحظ ترو ولا اوبجكت اي دي بالنسبة للسطر رقم صفر السطر رقم واحد، يعني الأمور بسلام. إذا أردنا التأكد من صحة المعلومات سنذهب إلى دبي ولا دوت اسم الكوليكشن بيرسون ثم فند باستعمال طريقة فند بين قوسين. وعلى لاحظ عندي الحمد لله أربع كائنات. إذا شكرا على اهتمامكم وإلى اللقاء في فيديو مقبل لنقوم بتصحيح الأشياء الأخرى إن شاء الله. وعلى إذا سؤال رقم 4 و 5 و 6 و 7 و 8. إذا يمكنك أخذ سكرين ومحاولة الإجابة إلى حين الفيديو المقبل. شكرا لكم.